اختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية الفروسية التي أقيمت على مدار 4 أيام تحت رعاية رئيس الجمهورية بنادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط إشادة كبيرة من المشاركين بالإمكانيات التنظيمية واللوجستية التي تتمتع بها المرافق الرياضية بالعاصمة الإدارية. على بركة الله واسمحوا لي أن أعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، وأتمنى لكم جميعا التوفيق. شهدت العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مدار 4 أيام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي استضافها نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وأكدت على قدرة ونجاح مصر الكبير في تنظيم البطولات الدولية نظرا لما تملكه من قلاع رياضية متطورة ذات معايير دولية. المنشآت الموجودة اللي شفناها اليوم وهي منشآت عالمية ممكن يقام عليها أكبر الرياضات أو أكبر المسابقات العالمية سواء كانت أولمبية أو دولية. وهذا الملعب نموذجي جدا على المستوى الدولي كشهادة مننا باتحاد الدولي كمختصين أو فنيين. شيء مشرف لكل عربي، لكل شخص عربي الحضر هنا بيشوف هذا المنشأ وهذا الفاسيليتي ما شاء الله تبارك الله. أنا صراحة فخور جدا جدا جدا. بإمكان هذا الصرح الكبير أن يقبل ويدير بطولات على مستوى دولي وعلى المستوى المحلي. البطولة شهدت منافسات قوية بين الدول العربية المشاركة طوال أيامها، حيث المنافسات مقامة ليلا ونهارا وسط أجواء تنظيمية هيأتها مصر للمشاركين لإظهار مهاراتهم في رياضة الفروسية، فالملاعب ذات مقاييس عالمية تسهم في إراحة الخيول وتساعد على إبراز قدراتها فضلاً عن تقديم الرعاية البيطرية لها. مكان مرتب جاهز ليس فقط لهذه الرياضة بل لجميع ألعاب الفروسية، نطمح للمزيد من البطولات في هذا المكان. التنظيم كان على أعلى مستوى كمكان، من ناحية الفنية، من ناحية الخيل، من ناحية التنظيم المكان يعني مقارب للأماكن اللي نشوفها في أوروبا إذا مش أفضل. ما شاء الله نتوقع أنها فاتحة خير على دولة مصر. حاب ان انا اشكركم بالنيابه عن دوله قطر على حسن الاستضافه وكرم الضيافه. ان شاء الله بالسنوات القادمه او بسنه 2026 يقدر يستضيف او عنده القدره والكفاءه الكامله من ناحيه خيول، من ناحيه اسطبلات، من ناحيه تنظيم انه يستضيف بطوله كاس العالم 2026. اشاده كبيره من الفرسان المشاركين بحسن التنظيم والاستقبال والجهود المبذولة لتنظيم هذه البطولة بهذا الشكل المميز الذي يعبر عن الانطلاقة الحضارية لمصر وما تمثله العاصمة الإدارية كرمز على إرادة التحدي والرغبة في التنمية لبناء الجمهورية الجديدة. بطولة رائعة جدا، وأشكر جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على هذا التنظيم الرائع والجيد جدا والاستقبال الرائع لكافة الضيوف المشاركين. كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المبذول في الفروسية وكل الألعاب الرياضية، وأنا من العراق أشكر دولة مصر على استقبالهم للوفد العراقي بأحسن استقبال، وإن شاء الله النجاح الدائم لدولة مصر. على هامش البطولة العسكرية للفروسية أقيمت منافسات بطولة المرحلة السابعة G7 للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية في مصر، والبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف فرق وفردي. بشكر جدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي انه عمل لنا مكان حلو قوي كده، وان شاء الله يتعمل فيه بطولات اكبر. الافتتاح كان رائع قوي، وكمان انهاء الارض حلوه والسدود معموله كويس قوي، وهو يعني تحس ان انت في مكان منظم ومكان نظيف
وحتى في اكل وشرب واسعاف، في كل حاجه ممكن تتخيلها. طبعا بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل حاجه، وبنشكره على طبعا يعني ان هو قدم لنا مكان كبير زي ده ممكن نعمل فيه بطولات عالميه، وان شاء الله يعني بطولات تانية كتير. يعني البرنامج كله، المدرجات، الارض، حاجه مشرفه جدا وملفته للنظر ان احنا نقول تعالى يا فرسان العالم، عندنا مصر، عندنا في العاصمه الادريه قنبله للفروسيه، عالم للفروسيه، نجتمع ونتلم فيه في مصر، نتلم فيه تحت رعايه رئيس الجمهوريه في العاصمه الاداريه. استضافت مصر البطوله العربيه العسكريه للفروسيه بالعاصمه الاداريه الجديده، هي رسالة تعبر عن الرؤية المصرية الطموحة نحو بناء الجمهورية الجديدة، ومعها تؤكد على أهمية الرياضة التي تسمو بأخلاق الشعوب، بخاصة رياضة الفروسية ذات الجذور العربية والمصرية. وعقب ختام فعاليات البطولة غادر المشاركون فيها مصر وسط تقدير منهم لما لمسوه من حسن استقبال ودقة في التنظيم وملاعب ذات معايير عالمية.